السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا المواطنة ريم العقاد، أصبت في 4/6 في أحداث القرارة. أجتني قذيفة، أجتني قذيفة في رقبتي، عملت عندي شلل رباعي، أجتني في النخاع الشوكي، عملت كسور في الرقبة، بحرقش أطرافي نهائي، وأنا حامل. يعني وضع الصحي سيء جدا جدا جدا، ما فيش علاجات هنا، ما فيش أدوية، ما عملتش العملية بسبب إنه ما فيش إمكانيات نهائي. الدكاترة مش قادرين يشوفوا لي حل ولا علاج، مسكنات مش فايدة. بطالب يعني إنه حدا يوقف معايا أو أسافر برا، برا في إمكانيات أكثر للعلاج،